السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسام الدش. في اللغة الإنجليزية في مواضيع تعتبر crucial to good communication، يعني حاسمة في التواصل الجيد. واحد من المواضيع دي هو food اللي هو الطعام. الطعام يعتبر من المواضيع اللي بتذكر on a daily basis، يعني بيتم ذكرها بشكل يومي في حوارات الناس في أغلب الأحيان. هنتكلم عن food in four parts، في أربع أجزاء هنتعرف عليهم أثناء مشاهدة الفيديو. الجزء الأول في موضوعنا النهاردة هيكون تحت عنوان Some words that are commonly used to describe food. Some words، بعض الكلمات that are commonly used to describe food اللي بتستخدم بشكل شائع في وصف الطعام. الكلمة الأولى هي كلمة briny. Briny is another word for salty. Briny هي كلمة أخرى لكلمة salty. Salty معناها مالح، وbriny أيضا معناها مالح. أما تروح مطعم على سبيل المثال وتشوف كلمة briny في المنيو، تعرف أن المأكولات اللي في الجزء ده هتكون تحتوي على salt، يعني تحتوي على ملح. ممكن مثلا تلاقي في القائمة briny olives، زيتون مالح، briny garlic، توم مالح، briny tomatoes، براين توميتوز يعني طماطم مالحة. وممكن تلاقي سي فود، معظم أكلات السي فود بيكون جنبها كلمة براني. Cooling food. Cooling تحمل معنى البرودة. Cooling food تطلق على الأطعمة اللي بتكون water based يعني مبنية على المية أو فيها مية، زي مثلا cucumber اللي هو الخيار، زي watermelon اللي هو البطيخ، حتى المنت اللي هو النعناع. كل الحاجات دي بتدي للجسم low temperature، وأيضا بتدي للstomach للمعدة low temperature، عشان كده بيسموها cooling food. الكلمة الثالثة هي كلمة creamy. Creamy معناها got soft and rich texture، يعني ليه ملمس غني وناعم. بيكون الأكل ده داخل فيه dairy products، يعني منتجات الألبان. فما بتشوف أطباق أو يتقدم لك أطباق عليها مثلا كريمة لونها أبيض، تعرف إن ده creamy food اللي هو أكل with the incorporation of dairy products، يعني فيه دمج أو فيه تداخل لمنتجات الألبان، ده هو creamy food. Sweet food or sweet. Sweet food تطلق على الطعام اللي بيكون ليه sugary flavor. Sugary جاي من كلمة سكر، يعني فيه نكهة السكر، زي مثلا الدونتس، زي الكيك، زي different kinds of desserts، أنواع مختلفة من الحلوى بيطلق عليها sweet food. أيضا عندنا كلمة herbal اللي هي عشبي، herbal food. المقصود herbal food مش أكل عشبي، يعني أعشاب مجموعة من mountains، من الجبال ولا من desert، من الصحراء، لا. المقصود بها الأكل اللي فيه خضروات ورقية، زي مثلا الروزماري، زي الكورياندر اللي هو الكسبرة، زي أيضا البارسلي اللي هو البقدونس. الحاجات دي أما بتتجمع في أكلة معينة بتكون طاغية عليها بنسمي الأكل ده herbal food. زي أنواع السلطات دايما بيكون فيها a lot of herbs، يعني أعشاب من دي كتير، فبنسميها herbal food. Spicy. Spicy اللي هو فيه توابل، يعتبر بيدي a taste of burning، يعني إحساس بالحرقان. التوابل دي زي chili مثلا، زي الشطة، زي black pepper، زي الفلفل الأسود. كل الحاجات دي أما تحط على الأكل بشكل زايد بنسمي الأكل ده spicy، يعني أكل has a lot of spices، أكل فيه توابل كتير. Spicy food. Now we have the word crispy. دلوقتي عندنا كلمة crispy. كريسبي معناها طعام بيعمل قرمشة وقت أكله. كريسبي تطلق على طعام اللي بيكون ليه light texture، يعني ملمس خفيف، وفي نفس الوقت بيعمل slight crunch، يعني بيعمل قرمشة خفيفة. عكس كده أو شبيه بكده كلمة crunchy. كرانشي المقصود بيها ايضا اكل بيعمل قرمشة، لكن الفرق ان الكرانشي دايما بيكون التكستشر بتاعه فيرم، ملمسه فيرم يعني قوي، وفي نفس الوقت بيعمل ازعاج او صوت اعلى في الكرانش، يعني في القرمشة. ده الفرق بين كريسبي اند كرانشي. هانيد. Honeyed from the word honey. From the word honey اللي هي كلمة عسل. كلمة honeyed أو مقول honeyed food المقصود بها الأكل اللي فيه مذاق يعتبر similar to the taste of honey، اللي شبيه بمذاق العسل. مش شرط يكون محطوط عليه عسل. أنواع الحلويات أو الكيك بعدها بيطلق عليه honeyed أما يكون عليه طبقة من السيرب. Gets the similar taste of honey، ليه طعم شبيه بالعسل. This is the honeyed food. الجزء الثاني اللي هتكلم عنه تحت عنوان How food is cooked. How food is cooked، كيف يطهى الطعام. ولاحظ ان انا بنطق هنا الاي دي بعد كوك تا like that. How food is cooked، ده نطقها الصحيح، ولها قاعدة هنتكلم عليها في وقت اخر. يندرج تحتها حاجات كتيرة جدا. في بعض الاكل بيكون boiled معناها يوضع في boiling water، يتم طهيه بوضعه في الماء المغلي، ده boiled food. في ايضا grilled معناها مشوي، بيتم شواءه باستخدام grill، يعني شواية rigid pan أو آنية بتكون جافة توضع على النار وتحط فيها الأكل المشوي، بسميه grilled food.
شبيه بكلمة grilled كلمة roasted أيضا معناها مشوي ولكن بطريقة مختلفة. roasted food like roasted chicken or roasted meat معناها ان بيتم طهي اللحم ده والدجاج ده بوضعه in an oven بوضعه في الفرن and you have to add some oil or some butter بتضيف عليه بعض الزيت أو بعض الزبدة وبيستوي بالطريقة دي بنسمي ده roasted food يعني طعام مشوي بهذه الطريقة by putting in an oven بالوضع في فرن. Fried معناها مقلي. Fried food معناها طعام مقلي. Fried تطلق على الطعام اللي بيتم طهيه in oil in frying pan يعني بيتم طهيه in oil في الزيت in frying pan يعني في آنية للطهي. Now we have baked food. Baked from the verb bake من الفعل bake معناها يخبز ولكن baked مش شرط تطلق على المخبوزات. ممكن لو حطيت مثلا حطيت حتى apples اللي هو التفاح داخل فرن بعتبر ده baked apples يعني تفاح baked تم طهيه by dry heat in an oven بالحرارة الجافة بدون أي إضافات in an oven في الفرن. This is the baked food. Steamed المقصود بها تم طهيه بالبخار. في بعض الناس تفضل الأطعمة دي بحيث أنها بتحافظ على لون الخضروات فبيتم طهيه in a saucepan يعني في آنية بس مش في المية نفسها هي بتكون over boiling water يعني فوق الماء المغلي. الأكل ده بنسميه steamed food يعني أكل تم طهيه بالبخار. النقطة الثالثة اللي هتكلم عنها هي verbs to talk about food أفعال للتحدث عن الطعام. أكثر الأفعال شيوعا أو related to food أو المتعلقة بالطعام هي eat and have. Eat and have. Eat معناها يأكل و have معناها يتناول. الكلمتين دول بقدر بستخدمهم مكان بعض في مواقف كتيرة جدا. طب نسمع الأمثلة دي. What did you have for lunch? What did you have for lunch? معناها ماذا تناولت في الغداء. What would you like to eat? ماذا تحب أن تأكل? What would you like to eat? لو أنا جيت أستخدم eat and have مكان بعض في معظم الأحيان بيكون المعنى غير مستقيم وبيحصل غلطات. يفضل أنك تستخدم have when you are making an offer or a request. When you are making an offer لما تعمل عرض يعني بتعرض على واحد أكلة معينة أو مشروب معين or a request أو بتطلب حاجة معينة. على سبيل المثال طلبت مثلا can I have another piece of that delicious cake? Can I have? What can I have? What can I eat? It's not proper, يعني مش مناسبة. Can I have another piece of that delicious cake? ممكن أخذ قطعة تانية من الكيك اللذيذة دي؟ لو أنت بتعرض على شخص مثلا مشروب أو أكلة معينة ممكن تقول له I want to buy a drink. What would you like to have? I want to buy you a drink. عايز أشتري لك مشروب. What would you like to have? تحب تتناول إيه؟ إذن قلت يفضل استخدم have when you are making an offer or a request لما أعمل عرض أو طلب في الموضوعات المتعلقة بالفود الطعام. في بعض المواقف ما أقدرش أبدل have مكان eat. على سبيل المثال لو أنا قلت مثلا I'm starving. I'm starving معناها I'm very hungry. I'm starving. Let's eat. I'm starving. Let's eat معناها أنا جائع. هيا أو يلا بينا ناكل. Let's eat. لكن ما أقدرش أقول I'm starving. Let's have. Let's have what? Have لازم يأتي بعدها الشيء اللي انت هتتناوله. ممكن اقول I'm starving, let's have some pizza. Let's have some pizza لنتناول بعض البيتزا اللي هي بيتزا ده نطقها كده. فنعرف ان احنا بنستخدم eat بدون مفعول لو حبيت لكن have لازم يأتي بعدها object الشيء اللي انا بتكلم عنه الشيء اللي انا هتناوله. Let's have some pizza, let's have some burgers like that. لكن كلمة eat اقدر استخدمها وتقف بالمعنى بنفسها او let's eat لنأكل كده استقام المعنى ووضح. لكن let's have no مفيش حاجة اسمها let's have. افعال اخرى تستخدم مع الاكل زي eating and eat out. Eating means to eat at home انك تأكل في المنزل. Eat in, eat at home. Eat out, eat out to eat in a restaurant. Eat out معناها تأكل في مطعم. طب اسمع المثال ده لو والدتك مثلا بتنادي عليك أو بتسألك Are you going to eat in tonight? Are you going to eat in? Eat in to eat in tonight. ممكن تقول No mom, I'm going to eat out with my friends. I'm going to eat out يعني هاكل in a restaurant with my friends مع أصدقائي. بإير إن أكل فين؟ at home. Eat out in a restaurant. This is the difference. ده الفرق ما بينهم. Eat up. إيه المقصود بإير أب؟ إير أب means to finish your meal إنك تنهي وجبتك. دايما تستخدم مع الـ children particularly with children خاصة مع الأطفال عشان أشجعهم على الأكل. For example, you can say Eat up your breakfast now or you'll miss the bus. Eat up your breakfast now يعني كل افطاركم الآن or you miss the bus وإلا هيفوتكم الباص. ده معنى كلمة eat up to finish your meal.
dig in, dig in. المعنى العام لكلمة dig معناها يحفر، لكن dig in متعلقة بالأكل، لها معنى تانية في مواقف أخرى، ولكن في الأكل معناها if someone digs in mean that is eaten eagerly. لو شخص digs in food معناه أنه هو بيأكل بشغف. أنت أيضا ممكن تستخدمه لتشجيع شخص أنه هو يأكل. Come on and dig in. Pull a chair and dig in. Pull a chair يعني اسحب كرسي and dig in. Dig in means eat as much as you can. يعني كل على قد ما تقدر. ده معنى dig in. وصلنا للجزء الأخير في الفيديو lesson today، هو بيتكلم عن some questions along with their answers about food. بعض الأسئلة ومعها إجابتها عن الطعام. لو حد سألك السؤال ده What's your favorite food؟ What's your favorite food؟ معناها ما هو طعامك المفضل؟ لو جاوبت مباشرة وقلت My favorite food is وقلت الطعام، إجابة سليمة ولكنها very traditional، تقليدية جدا. الناس بتتكلم في الواقع بطرق مختلفة. أنا لو حد سألني مثلا What's your favorite food؟ I'm gonna say I'm addicted to sushi. I love it so much and can eat it every day. I'm addicted to sushi. معناه أنا مدمن السوشي. I can eat it every day. أقدر أكله كل يوم. بعد ما جاوبت على السؤال الأول اللي كان بيسألني عن طعامي المفضل، سألت سؤال تاني وكان هو Is it Western or Asian cuisine؟ هل هو Western or Asian cuisine؟ cuisine المقصود بها مطبخ. مطبخ يعني نوعية أكل لدولة معينة. Egyptian cuisine المطبخ المصري عن الأكلات المصرية. Italian cuisine المطبخ الإيطالي عن الأكلات الإيطالية. فالسؤال كان Is it Western or Asian cuisine؟ ببساطة الجواب It's Asian cuisine. It's Asian cuisine. What ingredients do you need to make sushi? What ingredients? Ingredients معناها المكونات. Ingredients like that. What ingredients do you need to make sushi? إيه هي المكونات اللي أنت محتاجها عشان تعمل sushi? I can say I need fish and rice. أحتاج fish and rice اللي هو السمك وأرز. بس عايزك تركز على كلمة ingredients، أعرف إن معناها مكونات. وصلنا لنهاية موضوعنا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. Wish you good luck. Bye bye.